نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في 100 يوم من خلال المبادرات التي أطلقتها بالتحول من الرعوية إلى التنموية، وذلك في عدة مجالات، أهمها استقطاب نخبة من الخبراء العالميين للمشاركة في صياغة الاستراتيجيات والعمل على الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات مع 13 جهة حكومية، بالإضافة إلى تأسيس بنك للأفكار والمبادرات التطويرية وتحقيق الرؤية الجديدة لتطوير آليات العمل التنموي والإداري والرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. للحديث حول هذا الموضوع وأبرز نجاحات أو إنجازات وزارة الشؤون الاجتماعية انضم إلينا عبر الهواء مباشرة المتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ خالد بن دخيل الله الثبيتي. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا أستاذ جمال، أحييك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ خالد، نود فقط أن نعرف آخر المبادرات اللي مرت على وزارة الشؤون الاجتماعية خلال 100 يوم، أبرز التحولات في الوزارة ما هي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة منذ أن تسلم معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي مهام وزارة الشؤون الاجتماعية بالأمر الملك الكريم، دأب على وضع بعض المبادرات وتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية من وزارة رعوية إلى وزارة تنمية أو وزارة تنموية، وكان هناك الحقيقة عدة مبادرات كان من ضمنها ومن أهمها استقطاب بيوت خبرة عالمية للتشخيص. كان هناك 3 بيوت خبرة بالإضافة إلى استقطاب 11 مستشار من الكفاءات السعودية المتخصصة. كان هناك الحقيقة حصر لأهم التجارب العالمية في مجال الدعم الاجتماعي وخدمة ذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن. كان هناك تأسيس بنك للأفكار والمبادرات التطويرية. تم الانتهاء ولله الحمد من دراسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. عقد خلال 3 أسابيع و4 أسابيع الماضية أكثر من 5 ورش عمل على مدار أسبوع كامل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة والمؤسسات القطاع الغير ربحي. كان هناك يعني عصف ذهني وورش عمل لوضع بعض المبادرات التي تهم يعني المواطن وتهم المستفيد من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية. أيضا كان هناك إطلاق مركز نماء، وهو الحقيقة المركز الذي كان يتابع تنفيذ هذه المبادرات التطويرية. استقطب له طبعا من الأشخاص ذوي الخبرة من المستشارين الذين يعني من الإخوة السعوديين الذين يعملون في قطاع الجامعات للإشراف على هذا المركز. أيضا كان هناك تحديد للتوجهات والأهداف الاستراتيجية للوزارة، والحقيقة بدأ أعمال المركز. أيضا هناك إطلاق أو بدء أعمال المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، تم تعيين مدير عام للمركز. نعم. كل هذه الحقيقة أيضا مع الوزير حرص على قيام زيارات ميدانية سواء منطقة القصيم أو المنطقة الشرقية أو منطقة مكة الطائف، منطقة الرياض هنا بعض المراكز بعض الدور. كل هذه يعني الحقيقة. نعم. ولا زال القادم إن شاء الله أجمل في 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 وضع بعض المبادرات التي تحرص الوزارة إلى الانتقال من الرعوية إلى التنموية ومن الاحتياج إلى الإنتاج. طيب أستاذ خالد باختصار لو سمحت لأن الوقت يزاحمنا شوي، لابد من في العمل الحكومي البيروقراطية التفاصيل الكثيرة الأنظمة القديمة أنها يعني تكون ربما تحديات أمامكم. هل هناك تحديات واجهتموها لتنفيذ هذه المبادرات أو حتى الاتجاه إلى مرحلة أو من مرحلة إلى مرحلة؟ أكيد التحديات هذه الحقيقة كانت على ما قالوا في 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 عين وفي بال المسؤولين سواء الذين يقومون على هذه المبادرات أو مع الوزير وأصحاب السعادة الوكلاء. تم ولله الحمد يعني القضاء على هذه البيروقراطية بالأعمال التي تمت من خلال هذه المبادرات ومن خلال المركز الذي تم إنشاؤه سواء مركز نماء أو من خلال المبادرات التنموية التي أطلقت في الأول. المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد ثبيتي، شكرا جزيلا لك.